نصبح على حضراتكم من جديد. تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبتدي جولتنا من الكورنيش. احنا شايفين الكورنيش بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات ولغاية منطقة وسط البلد. الكثافات دي بتستمر معانا لو مشينا في الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، هتظهر سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط، وده لغاية ما بنوصل عند القلعة. لما بنوصل عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش هنلاقي ان حركة المرور انتظمت عليه، وده وصولا للمعادي وحلوان والكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد. لو بصينا في المنطقة دي هنلاقي ان في كثافة مرورية متحركة، ونفس الموضوع في الاتجاه المعاكس. خلينا نتحول بقى ونروح للجيزة. هنلاقي معانا سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، ونفس السيولة هتكمل معانا في شارع السودان وكمان كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. هنقف بقى عند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة، هنلاقي بعض الكثافات المتوسطة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، لكن معظم الشوارع اللي موجودة في الجيزة فيها سيولة مرورية إلا الشوارع طبعا المغلقة بسبب أعمال التطوير. ولو بصينا كمان عند طريق الواحات هنلاقي بعض الكثافات المرورية المتقطعة، وهنلاقي انتظام لحركة السيارات قدام اللي جاي من الطريق الدائري لغاية ما نوصل لمناطق دريم. عندنا كمان هنا كثافات ظهرت متحركة من منطقة الفردوس لغاية ما بنوصل لغاية مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وهناك بنلاقي فيه تباطؤ في حركة السيارات قدام اللي جاي من مناطق الجيزة وشارع الهرم لغاية ما بنوصل لحدائق الأهرام ووصلة دريم. نتحول ليه الإسماعيلية، هنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم موجود فيه سيولة مرورية، لكن هنلاقي بعض الكثافات المتحركة اللي مش بتأثر أبدا على حركة سير السيارات. لو بصينا بقى على الكورنيش هنلاقي سيولة مرورية عند مبنى المحافظة وعند مبنى الجامعة، لأن الدراسة طبعا في الجامعة لسه ما ابتدتش. أما الطريق المتجه للإسماعيلية في سيولة مرورية، وخصوصا في الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي اللي جاي من الزقازيق هنلاقي بعض الكثافات المرورية لكن هتكون متحركة ومش هتأثر على حركة المرور. أما بقى محافظة سوهاج هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق طبعا هيكون فيه كثافات نسبية. لو بصينا بقى على طريق عبد المنعم رياض هنلاقي هنا سيولة مرورية، ما عندناش أي مشاكل خالص، لكن هنلاقي بعض الكثافات عند طريق مستشفى الجامعة، وكمان قد نجد بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة اللي ممكن تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. اجمالا ما عندناش اي مشاكل في المرور في مختلف الاماكن، يعني الكثافه المروريه الطبيعيه اللي بتبقى موجوده في الوقت ده، لكن بسبب المحاور الجديده عندنا سيوله مروريه في مختلف الاماكن. ودلوقتي خليني استعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال طقس النهارده. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع ان الجو يكون حار ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، وميل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 33، أقل درجة في مطروح 29 درجة، والأعلى هتكون في أسوان 41 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.